اخر سنه اشتغلت انا معاه فيها. اه جيت في نص السنه قلت له قبل ما زيدان يقول وقبل ما الناس دي تقول ان عقلي مش ما بيديش اشارات لجسمي وانا خلاص لازم ابطل، انا قلت الكلمه دي من وانا بلعب. جيت للكابتن سائس الثمانينات نص الثمانينات مثلا، قلت له انا المسافه بين اتخاذ القرار وتنفيذه عندي عطلت. فانا الاساسي في السويس. فانا مش هلعب وهلاعب غريب حافظ. ياه. وانا هحاول ابقى غريب. كان صغير قوي، كان 17 سنه. فقال لي انا ما اقدرش اخد القرار ده، الماتشات تقيله، كنا الدوري الممتاز به، فحاجه فظيعه جدا. فقال لي مش هقدر اخد القرار ده وما تقولش لحد. قلت له يا كابتن معلش عشان خاطري، انا القرار ده هاخده وهساعد غريب. من هنا بقى، وقد كان من هنا بقى. بدات اشتغل معاه، وغريب ده كمل الموسم رائع جدا. وبعد كده انتقل لانديه كبيره ولعب منتخباته. وبعدين تاني سنه حصل معايا اللي حصل معايا وانا لعيب. ايه بقى؟ الكابتن امين الاسناوي رحمه الله عليه طردني من السويس. طردك من السويس؟ قال لي قال لي تمشي، ما انت مش هتدرب هنا، مش مكانك هنا. برضه نفس الحكايه. وزعلت جدا لان انا مبسوط يعني. قال لي تمشي، الكلمه دي انا قلتها لفؤاد شعبان قبلك، كابتن فؤاد شعبان رحمه الله عليه. رحمه الله عليه.